السلام عليكم، حياكم الله. الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كاس العالم قطر 2022 على الأبواب. منتخبات ضمنت الترشح متاعها للمقابلة الفاصلة على غرار المنتخب المغربي المنتخب السنغالي، منتخبات مازالت تتعكز وشي ما هو دار، ومنتخبات الترشح متاعها مسألة وقت على غرار المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري اللي باش يواجه منتخب جيبوتي نهار 11 نوفمبر في مصر. كنا نعرفوا مقابلة جيبوتي باش تكون تقريبا مقابلة شكلية، ما هياش باش تشكل خطر كبير على أبناء جمال بالماضي، لكن المقابلة المصيرية باش تكون ضد بوركينا فالسو في الجزائر، وإن شاء الله الترشح باش يكون حليف الجزائرية. مقابلة جيبوتي على الملعبية باش يركزوا على المقابلة هذه، ونتصور جمال بالماضي ما تفوتوش نقطة كيفن هكا. على الورق المنتخب الجزائري أقوى برشا من منتخب جيبوتي بنسبة كبيرة برشا. المنتخب الجزائري باش ينتصر، لكن ما يركزش حاليا على مقابلة بوركينا فاسو، لأنه تنجم تشوش عليه في مقابلة جيبوتي. لأنك يقولوا راهو تشوش عليه، مش معناها ينجم يتعادل، لا تشوش عليه. يعني وقت اللي كان المنتخب الجزائري باش ينتصر بعشرة يولي ينتصر بسبعة. نجموش نكونوا ما عدناش ثقة في الجزائر وقت اللي نشوفوا المستويات الكبيرة اللي قاعدين يقدموا فيها أبناء الخضر الفترة الأخيرة، وخاصة في خط الهجوم. مستويات خرافية، مستويات كبيرة ما شاء الله تبارك الله. كيفاش ما يكونش عندنا ثقة في الخضر؟ كيفاش ما يكونش عندنا ثقة في أبناء الخضر وقت اللي نجوم المنتخب الجزائري وخاصة في خط الهجوم حاضرين وسط الجمعة؟ تقريبا كل نجوم المنتخب الجزائري قدموا الإضافة مع الأندية متاعهم، سجلوا مع الأندية متاعهم، وهذا دليل أنه ملعبية المنتخب الجزائري حاضرين جاهزين 100% الملحمة بوركينا فاسو اللي باش تتلعب بطبيعة بعد مقابل جيبوتي. شاهدنا الهداف سلام سليماني مع فريقه ليون وهو يعبث بدفاع سبارتا براغ تشيكي. ليون فاز 3-0 على سبارتا براغ في الدوري الأوروبي. سلام سليماني يسجل ثنائية، الهدف الأول يسجله في دقيقة 61، وبعد دقيقتين يسجل الهدف الثاني، دليل أنه سلام سليماني حاضر 100%. نفس المسابقة سعيد بالرحمة يقول يزم يكون عندي مكان في التشكيل الأساسي للمنتخب الجزائري، يلزمني نحظى بثقة جمال بالماضي مع فريق وستهام الإنجليزي. سعيد بالرحمة يذل دفاع جينيت البلجيكي، وعلى طريقة العملاق سلام سليماني سعيد بالرحمة بثنائية. خير مازالوا في نفس المسابقة سفيان فيغولي بل الفنان سفيان فيغولي يعود بقوة مع فريقه غلاتا سراي، ويسجل كيف كيف هدف التعادل ضد فريق لوكوموتيف الموسكي. وهكا سفيان فيغولي يكون في أتم الاستعداد في تشكيلة جمال بالماضي. نجوم المنتخب الجزائري يحتلوا المسابقة هذه وبقوة بالأهداف اللي قاعدين يسجلوا فيها. النورمالمون اللي كان اسمه كأس الدوري الأوروبي يصبح اسمه كأس النجوم الجزائرية. آدم والناس مع فريق نابولي الإيطالي يعبط في دقيقة 84، ما يكونش لي رأي آخر كيفه وكيف أخواته يعبط في الدقائق الأخيرة للمقابلة ويسجل الهدف الرابع الفريق. كين على نجوم المنتخب الجزائري والأهداف اللي قاعدين يسجلوا فيها مع الأندية متاعهم، وما نجموش ما نحكيوش على أبو النجوم، ولأن نحكيو على رياض محرز العقل المدبر للمنتخب الجزائري. رياض محرز سهرية نهار الأربعاء مع المان سيتي ضد كلب بروج البلجيكي، كيف وكيف سلام سليماني بالرحمة آدم والناس الفيغولي يسجل هدف مع مان سيتي، وهكا ينتصر فريقه 4-1. ربي بقي عليهم ستر وربي بعد عليهم العينين من الإصابات. ما نتصورش ثم وضعية حاليا أفضل من الوضعية اللي فيها نجوم المنتخب الجزائري، أفضل وضعية أكثر جاهزية لملاعبية المنتخب الجزائري كما قلنا قبل ملحمة بوركينا فالسو. يشدني في اللاعبين الجزائريين المردود الكبير اللي قاعدين يقدموا فيه مع الأندية متاعهم، مردود كبير حتى يكون عندهم مكان في المنتخب الجزائري، وهذا واضح من التصريحات متاعهم. وقت اللي نشوفوا يوسف البليلي نجم المنتخب الجزائري ونجم نادي قطر القطري يطلب منه المدرب المغربي يوسف صفري باش يهبط يلعب ضد السيلية،
أربعة دراجة 20 دقيقة. يوسف البليلي يقول له لين حذر في روحي للمنتخب الجزائري، يعني الفريق متاعي ما يعني لي حتى شيء، ما يجي حتى شيء قدام المنتخب الجزائري. خويا أبط ربع ساعة، لا أبط درجين، لا أبط درج، لا حتى دقيقة ما نهبطش من أجل المنتخب الجزائري. واللي باش تعملوه أعملوه. متصورش ملاعبي بالعقلية هذه بحبه المنتخب بلاده وقت اللي باش يمشي ويشارك مع المنتخب الجزائري ما هوش باش يعطي 100%، نتصور باش يعطي 200%. والكلام هذا مش كان على يوسف البليلي، الكلام هذا على كل لاعبي المنتخب الجزائري، لأنه منتخب الخضر ما يضمش ملاعبية بل يضم جنود وعلى رأسهم الجنرال جمال بلماضي. يعني وقت اللي قارن الحالة اللي قام بها يوسف البليلي بالكاء اللي قام بها اللاعب المكسيكي أندي ديلور، يوسف البليلي قال من أجل المنتخب الجزائري ما نلعبش حتى دقيقة، نحب نكون حاضر مقابل جيبوتي ومقابل بوركينا فاسو. في المقابل أندي ديلور قال نحب نرتاح عويم، نحب نركز أكثر مع فريقي واللي هو نيس الفرنسي. وبكلنا نعرفوا أنه أندي ديلور لاعب أساسي مع فريقه، الملاعب عمره 31 سنة، نورمالمون تكون عنده شخصية أقوى من هكا. وأفضل قرار أخذه جمال بلماضي أنه فصلوا على المنتخب الجزائري على خاطر بالعقلية متاع الملاعبية هذوما المنتخب الجزائري ما عنده فين باش يمشي. بينا نعرفوا القائمة اللي باش يقدمها جمال بلماضي، لكن كالعادة متكتم عليها وعنده الحق باش يتكتم على القائمة متاعه، لكن حبينا نعملوا التشكيلة المحتملة اللي ممكن يعبط بها المنتخب الجزائري في مقابل جيبوتي. نأكد لكم ونعاود وإن شاء الله المنتخب الجزائري سينتصر على منتخب جيبوتي، المنتخب الجزائري سينتصر على منتخب بوركينا فالسو أو بوركينا فاسو بإذن الله. المنتخب الجزائري باش يقعد محافظ على الرقم القياسي، حاليا مازال عند المنتخب الإيطالي ب 37 مقابلة دون هزيمة، لكن المنتخب الجزائري بالمقابلات الجاية اللي مازال باش يلعبها عنده نسبة كبيرة باش يحطم رقم قياسي عالمي. نفرح برشا كتونسي منتخب عربي وخاصة المنتخب الجزائري، تجمعنا بينا وبينه علاقات كبيرة برشا تتجاوز كرة القدم. وفي الختام حظ موافق للمنتخب الجزائري في مقابلته الجاية ضد جيبوتي، حظ موافق للمنتخب الجزائري في تصفيات كأس العالم، في كأس العرب، في كأس أفريقيا، في كأس العالم. الكلام هذا كيف كيف حظ موافق للمنتخب التونسي اللي تستنى فيه مقابلة صعيبة بإذن الله باش ينتصر فيها المنتخب التونسي وباش يترشح المقابلة التمهيدية اللي ترشح الكأس العالم. بالختام حظ موافق للمنتخبات العربية، المغرب، تونس، الجزائر، مصر، والسلام.